أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهن من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم هذا صحيح أم أنه يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناؤهن نصيبهن من الإثم؟ أعيد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، يوجد أشخاص يحرمون إخوانهم من الميراث الشرعي، إخوانهم أو أخواتهم، إخوانهم يقول، لأن السؤال يعطينا المراد إناث أخواتهم. نعم، يحرمون أخواتهم من الميراث الشرعي. إيه؟ فإذا مات هؤلاء وخلفهم أبناؤهم من بعدهم وساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم، دل على أن المراد أخواتهم. أحسن الله. قال: ثم ساروا بسيرتهم، أي لم يعطوا عماتهم أو أبنائهن ما منعهن آباؤهم من الميراث، ويقولون إن الإثم على آبائنا لا علينا، فهل كلامهم صحيح أم يلحقهم من الإثم ما لحق آباءهم إذا لم يعطوهن أو أبناؤهن نصيبهم من الإرث؟ هذا على مذهب أهل الجاهلية الذين يحرمون النساء من الميراث، هذا مذهب أهل الجاهلية. أما الإسلام فقد أعطى النساء حقهن من الميراث، كما قال سبحانه وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قال سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إن كانت واحدة فلها النصف. قال سبحانه: استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وقال سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. والمراد بالأبوين الأب والأم، فأعطى الأم الميراث من ولدها، وكذلك الزوجة: ولهن ربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك، هذه وصية يوصين بها. ولهن الربع، لهن يعني الزوجات، لهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. فجعل للنساء ميراثا، سواء كن أمهات أو جدات أو بنات أو أخوات، لهن الميراث. وأبطل ما كان عليه أهل الجاهلية حرمان النساء من الميراث، وتوعد الذين يخالفون هذا الحكم الشرعي تلك حدود الله، لما فرغ من آيات المواريث قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تعدى حدوده في المواريث، ويعم جميع الحدود لكن السياق في المواريث. فهذا الذي يحرم الإناث من ميراثهن من أقاربهن هذا على منهج الجاهلية والعياذ بالله. فيجب على المسلمين أن يمنعوا هذا المذهب الباطل، وأن يعطوا النساء حقهن من الميراث. ويجب على من يمنع النساء من الميراث أن يتوب إلى الله، لأنه إذا فعل هذا متعمدا فهذا ردة عن دين الإسلام.
فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى الله ويعطي النساء حقهن من الميراث الذي شرعه الله سبحانه وتعالى وأجمع عليه المسلمون.